بسم الله الرحمن الرحيم، كيف الحال؟ شو الاخبار شباب؟ عساكم ان شاء الله مرتاحين. اليوم ان شاء الله بتكلم عن برنامج تيم سبيك وعن سيرفر اي سبورت اللي يعتبره بالنسبه لي احسن سيرفر في العالم. ليش؟ الحين بتعرف. طبعا اول ما ادخل السيرفر الاي بي بيكون tis.esport.ae، نختار الاسم اللي نبغاه مثلا يوايبر وضعت كونكت. بيدخلني على السيرفر، بيقول لي التفعيل تابق رقم الضغط هنا. الضغط هنا وين بيدخلني؟ بيدخلني على صفحة تي اس بانل اللي هي لوحة تيم سبيك الذكية. طبعا ندخل على التحقق، انا لست برنامج روبوت عشان يعني نقلل من السبام، وهذا نضغط على زر دخول. على زر دخول بيقول لنا قوانين السيرفر، بيقول لنا على قوانين السيرفر نقراها ونوافق عليها ونضغط تفعيل. من نضغط تفعيل تفعلنا في السيرفر. من اول ميزات السيرفر، الميزه اللي اعتبرها حصريه وما حد سواها ابدا، لا ولا اي سيرفر تيم سبيك سواها، مو بس سيرفر تيم سبيك، يعني مستحيل صعب تحصلها باي مكان غير لوحة تيم سبيك. نسوها لوحة تيم سبيك حاليا. مساعدات، تو مساعده بيكلمك اول ما تدخل سيرفر واحد اسمه اي سبورت ويلكم بوت، ونسوي ان شاء الله روم خاص بالمساعده ويساعدك. يعني فرضا ما حد من الادمين موجود، ولا حد موجود، ولا شخص موجود، انت تبغى تعرف مثلا اشياء اكتب السلام عليكم، يرد عليك وعليكم السلام ورحمه الله، زين كيف حالك؟ بخير. يعني كانه انسان حقيقي تكلمه، يعني اساله اي سؤال يتعلق في تيم سبيك، اي سؤال. شو تبغى تساله مثلا؟ مثلا كيف 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 شو كيف مثلا ابي روم، يقول لي اضغط رايت كليك على اي روم، اختار اخر خيار كريت كانل جانل. المهم انت بتكون عندكم اخر خيار، بس انا منزل اضافات وكذا. المهم مثلا تقول له ابي رتبة يوتيوبر، يقول لك يرجع منك تدخل صفحة تيم سبيك الذكية واضغط رتبة يوتيوبر. وطبعا بيقول لي او كيف احصل رتبة يوتيوبر، يعني مهما تعديت في السؤال يجاوبني على نفس الجواب. يعني حاولنا نخليه ذكي لدرجة انه يعرف كل شيء، يعني اي شيء في تيم سبيك تقريبا عارفه. الحين اتكلم عن لوحة تيم سبيك. لوحة تيم سبيك ذكية، اول ما تدخل يكتب لك الملف الشخصي، اسمك، والجروبات اللي انت فيها، واونلاين من كم ثانية او من كم دقيقة او ساعة او يوم. احصائية سيرفر يقول لك شو الالعاب اللي اكثر ناس يلعبونها في السيرفر. عندنا حاليا ام تي اكثر لعبه، وعقب ليج اوف ليجند وماين كرافت كلاش اوف كلان والعاب ثانيه. وهني توب 5 يوتيوبر، يقول لك عن اكثر اليوتيوبر المتواجدين. الحين مثلا في تعديل الشعارات، دخلنا على تعديل الشعارات، اقدر اختار اي ثلاث العاب اباها، مثلا لعبه اجاريو وايج اوف امباير انا احب العب، وشو بعد العب كونتر سترايك مرات. عقب خلاص تقفل، ما اقدر اخذ اي نقطه. من اول ما اضغط تطبيق على طول جتني الايقونات كلها. بعد الخصائص، فرضا انتي بوك، ما بحد يسوي لي بوك. انتي اناونس مسج، مثلا مرات احيانا سيرفر يرسل رسائل، لا انا ابغى اعرف الرسائل اللي ارسلها السيرفر، ان مثلا اذا عندهم فعاليات ولا شيء، انه وشر بعد نفس الشيء للفعاليات ولا هذا، يعني ابغى هالشيء احسن. نوتكس مسجد، ما بحد يكلمني، ما حد يزعجني. نوفك موفر اللي ينقلني اوتوماتيك على نوم الافك، مثلا ما بينقلني. يعني انا صراحة يوم سويت تيم سبيك كنت ما احب ادخل تيم سبيك وينقلني رومات ثانية، فعشان فعلت هالخيار اللي نفسي يعني ما يحبون هالشيء. واضغط تطبيق بيحط هالخيارات عندي، طبعا اقدر اختارهم كلهم بعد الوابة. اروح على رتب اليوتيوبر، رتب اليوتيوبر هني تطلع عدد هذا. طبعا لازم يكون عندك على الاقل 500 مشترك عشان تحصل رتبة، عشان تحط اسمك، عشان من يعني كيف اقول لك، عشان تحط اسمك في الليستة لازم يكون عندك فوق 500، وعشان يكون عندك روم مثبت في التيم سبيك لليوتيوبر لازم يكون عندك فوق 1000 مشترك. للاسف الحين ما عندي قناة فوق 1000 مشترك، فعشان شيء ما تضبط. بس عشان احصل رتبة يوتيوبر ضغط على الحصول على ايقونة يوتيوبر، بيحولني على صفحة جوجل account.google.com، صفحة رسمية. اختار شو اسمه، اختار الحساب مثلا اللي مشترك فيه، يقول لي اي قناة تبغى، اختار مثلا على قناتي. شو يقول لي؟ شو يكتب هني عشان تتأكدوا يعني كل شيء امان وكل شيء تمام؟ eSport Team Speak would like to view your YouTube account، بس بيطالع الاكونت عشان يتأكد مع عدد المشتركين. بس نضغط accept، بيرجعني على الصفحة، يتأكد انه مو بسبام، انه مو بوتات عشان ما يسوي لاق ولا شيء.
ويقول لي you have 155 سبسكرايبر، يعني للأسف ما أستاهل رتبة، ليش أفضل ما هذا. المهم لازم فوق 500 رتبة عشان رتبة اليوتيوبر. وشو بعد؟ خصائص الكلان حاليا تحت التطوير. هذا الناس روبوت شوي مزعجين جوجل، ما ادري ايش تحروني انا. جميع السوالف دي بحساء. اما بالنسبة للكلان لحد الحين ما خلصناه كله، يعني حاليا قيد التطوير مثل ما نقول. رسائل جماعية هذه للأدمن مو لكم، لأن الحين مسجل أكاونت أدمن ما أقدر أشوفها، والمفروض أصلا ما تطلع هني، بس يعني منسويها منعدلها. ونظام الشكاوي إن شاء الله بيكون كيف أنك تقدر تتكلم الأدمن أو أي أدمن موجود، يعني مثلا ترسل تكتب الكلام، إذا في أدمنية موجودة بيردون عليك، وإذا مو موجودين الأدمنية يوصلنا على الإيميل إن شاء الله ونرد عليك وقت ما تكون انت موجود. يعني حتى لو انت مو موجود نرسل رسالة اول ما تدخل تيم سبيك وتشوفها. طبعا هذا اشياء البيزك اللي يعني ما شرحت كل شيء وما شرحت كافة الميزات القادمة، لكن هاي الميزات البسيطة، الرومات كل شيء من تصميمنا. وهذا تيم سبيك بسيط وصغير، منتظر دعمكم ان شاء الله. وبس حاليا كيف سكن التسجيل؟ اوكي.